وجرحانا وعائلاتهم التي لا زالت تقاسي الأمرين إلى اليوم. فعلاً لا زال أمامنا الكثير من العمل لكي ننتشل من النسيان ذكرى كل أبطال الحركة الوطنية، كل الذين تعرضوا للقمع والتعذيب والاضطهاد. فعلاً لا زال أمامنا كثير من الجهد لنوفي كل ذي حق حقه، لكننا على الدرب سائرون، وسنواصل على بركة الله بكل عزيمة وإصرار. في هذا الإطار نجتمع اليوم للاحتفال بذكرى أحد أبرز رجالات تونس وأبطالها، المغفور له محمد المنصف باي الملك الشهيد، الذي توفي في مثل هذا اليوم من سنة 1948 لا في بيته بين أهله وذويه ملكاً متوجاً، وإنما طريداً شريداً في منفاه بفرنسا، لأنه رفض أن يكون الدمية المطواعة التي كان يريدها الاستعمار، وإنما تونسياً حراً جهر عالياً ومنذ باكورة شبابه بحبه لوطن مستقل وشعب حر وبالمساواة بين المواطنين أياً كانت ديانتهم. لقد تعرض المغفور له هو وعائلته لمظلمة مريعة، سواء من قبل الاستعمار لأنه كان رجل تونس لا رجله هو، أو من قبل نظامي ما قبل الثورة في إطار سياستهما لا رأس، ميتاً أو حياً يعلو على رأس الرئيس. إلا أن شعبنا لم ينتظر هذه اللحظة ليعيد الاعتبار للملك الشهيد. تلقائياً أطلقت عشرات الآلاف من العائلات التونسية البسيطة والفقيرة اسمه على أطفالها في نهاية الأربعينات، وكم أفخر اليوم أنني كنت من بين هؤلاء الأطفال. كانت العملية بالنسبة لهم مظاهرة تأييد صامتة تصرخ بحبهم للرجل وبتوافقهم مع نضاله من أجل الكرامة والحرية والمساواة، كرامة كل التونسيين، حرية كل التونسيين، مساواة كل التونسيين. أيها السيدات والسادة، بهذا الاحتفال نريد أن نتذكر وأن نذكر الشباب بأن تونس لم يصنعها شخص أو حزب أو جهة، وإنما صنعتها أجيال من الوطنيين المخلصين من كل الجهات، من كل الطبقات، من كل المشارب الفكرية والعقائدية، وأننا ندين لهم بالقليل أو بالكثير، ونحن ندين بالكثير للمنصف باي. ومن ثم واجب الذكرى وأيضاً واجب التذكير بأن رد الاعتبار لكل من خدموا هذا الشعب ليس فقط ضرورة أخلاقية، وأنما رسالة أمل ومحبة لكل الذين فقدوا أحيانا الأمل في شعبهم. وهذه الرسالة تقول بكل بساطة: عفوا إن تأخرنا، عفوا إن سهونا، لكننا لن ننساكم أبدا. أيها المحاضر العزيز، صديقي الدكتور عبد الجليل التميمي، الآن الكلمة إليك، ولا شك أنك ستبدع وسنتعلم منك الكثير، وشكرا على تلبية هذه الدعوة، ومرحبا بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، حضرات الوزراء، حضرات ضيوفنا الكرام، سيداتي سادتي، شرفني الدكتور المنصف المرزوقي بالدعوة للحديث إليكم هذا المساء حول إحدى محطات الذاكرة الوطنية، والتي سأتناول فيها شخصية المنصف باي ودفاعه عن الوحدة واستقلال ومصالح الشعب التونسي. وهذه المحطة تعد حبلى بالأحداث والمواقف البطولية تبنتها هذه الشخصية الرمز في تاريخ بلادنا خلال فترة دقيقة جدا من تاريخ بلادنا المعاصر. وكان دورها فاعلا في صنع الحدث السياسي عبر انتهاج أسلوب جديد في الحكم وقطعه مع روتينية الانبطاح السياسي، عبر انتهاج لنظام الحماية الفرنسية، وبسلبه هذا النظام كل الصلاحيات الإدارية للبيات ورجال الدولة لشؤون البلاد. لأن المنصف باي
الذي منحه المواطنون ثقتهم وتأييدهم للعمل على توحيد كل القوى السياسية تحت رايته لتحقيق هذه الوحدة القومية قد رفض هذا الوضع الإداري، وسوف نرى كيف أعلن العصيان عليه. تؤكد الدراسات التي بحوزتنا وكذا عديد الوثائق التي تم اكتشافها هذه الأيام في الأرشيف الوطني التونسي أن المنصف باي يعد الاستثناء الوحيد من كل البايات الحسينيين في عهد الحماية من رفض الانصياع لمنطق وأساليب الإدارة الاستعمارية منذ معاهدة الحماية، وانتصب مكافحاً عنيداً وجريئاً ضدها، ولم تعدمه يومئذ لا الحجج ولا الاستشرافات الذكية لمجابهة الغطرسة الفرنسية. ونجح هذا الباي الوطني في أخذ عدد من المبادرات الرائدة والتي عدت انقلاباً حقيقياً على نظام الحماية. والتساؤل المبدئي، ما هي مميزات هذه الشخصية الوطنية وما هو تكوينها الفكري والسياسي قبل أن تتولى العرش وبعده، مع العلم أنه استلم العرش وفي سن 63 سنة من العمر. تبدأ مقاربات المنصف باي السياسية للوضع العام للبلاد وإدراكه الكامل بمدى هيمنة السلطة الاستعمارية على كل دوارب الدولة عندما استوعب تماماً موقف والده الناصر باي سنة 1922، عندما عبر الابن المنصف عن عدم ارتياحه البتة بتوقيع والده على البيان الذي عرضه عليه المقيم لوسيان شان، وكان الهدف الأساسي هو تهدئة البلاد. وقد آخذ المنصف باي والده على عدم مقاومته سياسة فرنسا، بل وحثه على التخلي عن العرش لحفظ كرامة وطنه إن لزم الأمر. وقد نحتت هذه الحادثة في ذاكرة الشاب الأمير المنصف، وسيعرف مثل هذه المضاعفات عندما تعرض هو الآخر لنفس سياسة التهديد بالعزل عن العرش عندما رفض الانصياع لآليات الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وتم عزله بسبب مواقفه ومعارضته لذلك. ومنذ حادثة والده لم ينصرف الأمير المنصف كالعديد من أمراء البيات وراء العبث الأميري لجمع المال وضياع الوقت في الأشياء التافهة، كما أكده لنا أحد الخبراء الفرنسيين وهو روجير تورنو الذي عرفته شخصياً، الذي تولى منصباً إدارياً عالياً في إدارة التربية في عهد الحماية، وكان مؤرخاً بصيراً بهيكلية الإدارة المحلية بشمال إفريقيا. وذكر لتورنو أن الأمير المنصف قد حافظ على حيويته وصلابته الممزوجة بطيبته وعزيمته ليكن ولياً للعرش وليس دمية كما كان يخطط لذلك نظام الحماية. ومن جهة أخرى حرص الأب على تعليم ابنه عندما وجهه إلى المعهد الصادق، وهنا بدأت تتشكل لديه قيمة الامتزاج بأبناء الشعب على مقاعد الدراسة، ومكنه ذلك من مقاربة ومخالطة طبقات المجتمع المختلفة، وتلك هي فضيلة التواصل مع الشعب أولاً ثم بعد ذلك مع مناضلي القادة السياسيين. وأن التحاقه بالمعهد الصادق جعله يتعرف على رجال الثقافة العربية الإسلامية وشيوخ جامع الزيتونة، والذين لقنوا حب اللغة الضاد وأصبح من دعاة استعمالها. ألم ينصح المستعرب الشهير ويليام مارسي عندما زاره في منفى بمدينة بو على أهمية لغة الضاد في التدريس؟ والتفت حول المنصف عدد من المثقفين التونسيين
المستنيرين، وهم الذين مكنوه من الاطلاع على ما حرر من افتتاحيات لباش حامبا وعبد الجليل زاوش وصالح فرحات وحسن جلاتي وعبد العزيز الثعالبي وأحمد السقا وصالح فرحات والماطري، كما كان يطالع لعدد من المفكرين العرب من المشرق. ولا شك أن المعهد الصادق قد لقنه أساسيات اللغة الفرنسية كما يقول ذلك رشيد إدريس، وكان مغرماً بالتمثيل المسرحي، وشاهد العديد من الروايات، وطرب جداً لسماع المألوف بأغاني المطربة فتحية خيري ذات الصوت الذهبي، وخصوصاً أغنيته الجميلة باروني والتي تعد من التراث الغنائي الأخاذ، وقد حفظها الناس ورددها الجميع إلى يوم الناس هذا. وفي هذا الصدد ومنذ توليه العرش سعى المنصب إلى تحويل العرش إلى حدث إيجابي بفضل خصاله والتي عرفت عنه، حيث اعتبر بايا حركيا وعادلا، وأن رجال الدستور عدوا عهده عهدا جديدا وسعيدا عندما أجمع عليه جميع المواطنين. وتميز المنصب بي بأنه الأول من رجالات البيات المستنيرين من أحاط نفسه بعدد من رجال الفكر، وهذا ما ساهم في تكوينه المدني والسياسي. وكان الشيخ بيرم قد لقنه التربية الدينية وحببه لغة الضاد والأدب العربي، وأن الأشخاص المحيطين به أمثال شقيقه ومحمد شنيق وصالح فرحات والماطري والزمرلي قد أدوا دوراً معتدلاً في تحديد ملامح العمل الوطني والسياسي في ظل الرهانات السياسية الدقيقة جداً لواقع تونس. ولا ننسى في هذا الإطار الدور الذكي الذي أدته زوجة والده للأقمر، هذه الشخصية القوية والمثقفة والتي تركت بصماتها على شخصية المنصب. إن هذه الخلفية التكوينية تلقاها المنصف كانت وراء تشربه بالمبادئ ذات التوجه الدستوري والذي غذاه إياه أصدقاؤه الدستوريون الكثيرون منذ عهد والده، إذ كانوا الفاعلين والحركيين في الساحة الوطنية، وهذا إلى درجة أن أطلق عليه الباي الدستوري. وعليه فإن توظيف المبادئ الدستورية والمنادات بها ومطالبة سلطات الحماية باحترام تلك القواعد في تسيير البلاد بنجاعة جعل المنصب باي أكثر قرباً والتساقاً بالشعب وإيماناً بخدمته، وقد اعتبره المواطنون المدافع عنهم والممثل الوحيد للمسألة التونسية. وشيئاً فشيئاً صرح أنه سوف يدافع لتأمين وضمان العيش الكريم والأخلاق الفاضلة للشعب، وسيقوم بزيارات المؤسسات الإدارية دون إعلام سلطات الحماية مسبقاً بذلك، إذ هدفه الأساسي في النهاية هو وضع الأسبقية واليد العليا للسيادة الوطنية، وهو ما اعتبره أقدس الواجبات لتحقيقه. وازداد اقتناعاً بها عندما وردت عليه في بداية تولي العرش 261 رسالة من المواطنين العاديين من مختلف المناطق، والتي عثرنا عليها هذه الأيام في الأرشيف الوطني التونسي لتعكس عمق المآسي والظلم الاجتماعي الذي لحق الشرائح الضعيفة للشعب التونسي من طرف مصالح وأعوان إدارة الحماية الفرنسي. ولنا أن ندرك مدى التأثير العميق والنوعي جداً الذي أحدثته مثل هذه الشكاوى على نفسية المنصب باي، حيث نقلت إليه فجأةً الوجه الآخر من الواقع التونسي والاجتماعي بالريف والمناطق المحرومة تماماً من التنمية والعدل الاجتماعي. ولا شك أن هذا الأمر قد عمق لدي عدداً من الثوابت والقناعات والمطالب التي بدأت تختمر لديه بحكم تداعيات اتصالاته بالمواطنين والذين أطلقوا عليه باي الشعب
والملك المعظم ومولانا المحبوب صاحب الكرم والجود سيدنا المنصب باي ودائما الفقير نصيرا ومعينا أو جناب الملك المحبوب. من هذه الرسائل أذكر فقط رسالة واحدة وردت إحدى من أهالي الهمامة أولاد فرحان، وضمت 24 اسما وختما اشتكوا فيها من الظلم والاستبداد والقهر تحملوه من المتفقدين الإداريين الذين يطالبون بالرشوة جهرا تونسيين وفرنسيين. نقلت إذن مراسلات المواطنين إلى المنصب باي مدى مرارة الظلم الذي لحقهم وهم يناشدون بايهم الوقوف إلى جانبهم لاسترجاع حقوقهم، الأمر الذي جعل المنصب باي يستوعب كيف أن المواطنين في وضع اجتماعي بائس وظالم وعليه شعر بواجب التحرك وبسرعة بالغة للدفاع عن المواطنين ورفع هذه المظالم. ومنذ توليه العرش تبنى مواقف صارمة عكست حرصه ليكون فعلاً بايًا فاعلاً وحقيقياً، مصرحاً بأن الفرق الوحيد بين الباي ورعاياه هو أن الباي هو المسؤول على مستوى عيش مواطنيه، وهذا هو الذي يهمه بالدرجة الأولى. ألا يترجم هذا الأمر أيها السادة عن وعي حقيقي بواجباته الأميرية وتمثله لاحترام إنسانية وكرامة مواطنيه؟ ثم ألم يقم المنصب باي من تلقاء نفسه بإلغاء تقبيل يد الباي وتعويضها بالمصافحة العادية احتراما للذات ولكرامة المواطن التونسي، كما اتخذ قرارا جريئا بعزل وإبعاد الشخصيات المعروفة بولائها للنظام الحماية وتم تعويضهم جميعا بتاريخ 1 جانفي 43 بوزراء جدد دون إعلام الإقامة العامة ولا أخذ موافقته علي ذلك، وهذه سابقة في تاريخية نظام الحماية وتحسب لهذا الباي الشجاع. وهنا تحضرني قصة ذات دلالة رمزية تعكس القناعات الأخلاقية التي كان عليها هذا الباي، هو أن الحكيم فلوس طبيب عندما عاين وفاة الباي السابق بحكم مباشرته لمهنة التطبيب معه ذهب مسرعاً للمنصب باي وأعلمه قبل غيره من المحيطين بالمنصب بوفاة الباي وهنأه بتولية العرش، إلا أن المنصب باي رد عليه: يمكنك أن تنصرف عني، أنا لا أقدر أن أحتفظ بك لأنك أنكرت جميل سيدك السابق. وهذه روعة. ألا ينتزع منا هذا الموقف النبيل والأخلاقي للمنصب باي التقدير والاحترام الكامل؟ وهناك العديد من القصص. وفي هذا التوجه بادر الحرفاء والتجار والموظفون والأساتذة والمثقفون والعمال من كل الأعمار بالتحول إلى قصر الباي للتعبير له عن ولائهم والأمل الذي تولد لديهم بتوليه العرش. وحتى المساجين السياسيين أمثال حكيم الحبيب ثامر وحسين التريكي ورشيد إدريس والطيب سليم وجهوا التهاني بتوليه العرش. وذكر المرحوم حسين التريكي في شهادته على منبر المؤسسة مدى عمق الشعور الذي هزهم عندما وصلتهم الأنباء بتولي المنصب باي عرش وثقتهم المطلقة في شخصه، وعندما أضرب السجناء الوطنيون مطالبين بإطلاق سراحهم تحرك المنصب باي مطالبا الأميرال ستيفا المقيم العام بالعفو العام حالا وإطلاق سراحهم، وهذا ما تم بالفعل. واستقبل الباي من الغد في قصره ونقل لنا شيخ المناضلين حسين التريكي آيات التقدير والإعجاب والحب لهذا المنصب. إن هذا التأييد التلقائي أيها السادة الذي حظى به المنصب باي على جميع المستويات الشعبية والسياسية كان وراه تبنيه لرؤية جديدة في الحكم سيعلن عن خطوطها
وفقاً لخطةٍ جديدة ومدروسة مسبقاً، وسيضعه في مواجهةٍ مباشرة مع الأميرال ستيفا. وقبل التخطيط لهذه المواجهة التي وصفها المؤرخون بالإنقلابية، قام الباي أولاً بعدة زيارات ميدانية، بادئاً بديوان المجلس الشرعي بالعاصمة، وتأكد لديه مدى البطء القاتل والذي كان وراء التعطيلات الإدارية لفض مشاكل المواطنين القضائية. ثم قام بعد ذلك بافتتاح السنة الدراسية للمعهد الصادقي، وفي هذا الحفل ارتأى المنصف شخصياً، وضع التونسيين على يمينه والفرنسيين على يساره خلافاً للعادة، وألح على حتمية التكلم بلغة الضاد لا غير، وهذا ما يعكس مكانة هذه اللغة لديه. لقد حث المنصف باي لدى زيارته للمعهد الصادق للتلاميذ للتمسك بالمثل العليا تأسست عليها المدرسة الصادقية، ثم تحول بعد ذلك لزيارة الجامعة الزيتونية ويتعرف على رموز شيوخها، وقام بإهداء مكتبتها كتاباً ضخماً هو تاريخ بغداد في 14 جزء. ثم قام بزيارة المستشفيات لمواساة المرضى للتعرف على الأوضاع الحقيقية للبلاد، واستقبل في صيف 42 جل الأدبيات الفنية والثقافية مقدماً لها دعمه. ثم لدى زيارته لمنوبة رفع المصحف وأعلن عن تعهده القاطع أن يكون وفياً للشعب، مصرحاً في صمت خاشع أنه سيعمل على خدمة شعبه بأقصى درجات النصح والوفاء، ومبدياً إيمانه ببدء المعركة السياسية ضد نظام ضد الحماية قريباً. وأضاف المنصف: أنا مسلم وقد تعهدت على المصحف المقدس، ولا أخشى الموت للدفاع عن شعبي إلى آخر رمق في حياتي، ولن أتخلى عنه. وذكر أنه إذا استوجب الأمر سينزل إلى باب سويقة وترأس المتظاهرين، وإذا لحقتني الرصاصة الأولى فأنا أقبلها وسوف أدفن بالجلاز ليكون قرب شعبي في الحياة والممات. وفي مرحلة ثانية صرح لأحمد بن صالح الموجود بيننا هنا اليوم أثناء إقامته بمدينة بو أنه يوم رجوعه إلى الحكم سوف يعلن الجمهورية ويلغي نظام البيات ويدفن بالجلاش وليس في تربة الباي. وهناك من يصف هذا الموقف بغير العقلاني والمتهور والغير الناضج، أما الإدارة الاستعمارية فأكدت أن المنصف باي هو نتاج إعلامي حبكه وخطط له الدستوريون القدامى أمثال محي الدين الإقليمي وغيره من المقربين منه. ومع هذا فالذي وجب التأكيد عليه وأن المنصف باي كان حاضراً في الذاكرة الجماعية للشعب التونسي، وساهم كل ذلك في صنع أسطورته من أجل الوحدة الوطنية، وفي كثير من تنقلاته كان الشعار دوماً على لسانه: اتحدوا اتحدوا اتحدوا. ونجح في خلق لحمة متينة لكل القوى الوطنية والسياسية ذي التوجهات المتقاطعة في مبادئها وقناعاتها. وكان المنصف باي يطمح، وهذا أمر طبيعي، أن يكون الملهم للحركة الوطنية ومهندسها ومحركها الأول، وهذا تم استناداً لثقة الشعب المطلقة في شخصه. والتساؤل: ما هي الخطة السياسية يتمناها المنصف باي، وكيف نجح في كسب ثقة شعبه بهذه السرعة العجيبة؟ للإجابة على هذا التساؤل نؤكد أن سياسة المنصف باي كان العمل على قطع المراحل بسرعة مدهشة، إذ بعد أقل من شهرين من توليه العرش بادر بجمع العديد من القيادات والوجهاء المستنيرين، وطلب منهم أداء اليمين، مذكراً إياهم أن فرنسا عاجزة ومرتبكة، وعليه فإن الوقت قد حان لمطالبتها بكل ما نريد ودون حدود. ومتابعة لهذه الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية
العربية والدولية في مصر ثم في الهند، وإعلان الزعيم غاندي تبني شعار المقاومة السلمية، فقد دفعت الباي المنصف التفكير ملياً في أخذ مبادرات جديدة، وتبين له أن واجبه هو المجابهة المباشرة مع فرنسا وخلخلة النظام الاستعماري المهيمن على البلاد. واختمرت لديه العديد من المطالب السياسية وحررها في عريضة تاريخية شاملة للمطالب الأساسية، وطلب من الأميرال ستيفن أن يمر على قصره ليبلغه هذه العريضة التي تضمنت 16 مطلباً سياسياً. وعد المحللون والمتابعون للشأن السياسي هذه العريضة بالحدث الخطير والقنبلة السياسية والتي لم تستلم الإقامة العامة مثيلاً لها خلال الفترة الاستعمارية برمتها. وهذه العريضة عبارة عن ماذا؟ عن مشروع حقيقي ومتكامل لاسترجاع السيادة التونسية وفاء لمطامع الشعب التونسي. وذهب البعض الآخر من المؤرخين بالقول أن هذه العريضة قد استوحيت أهم ثوابتها ومطالبها من برنامج الدستور، بل ذهب البعض الآخر يقول أن هذه المطالب السياسية التي نادى بها حزب الدستور الجديد هي التي كان يفاوض بها حزب الدستور الجديد عند الاستقلال. ومن هذه المطالب تمكين التونسيين من العمل في جميع الوظائف العمومية التي تؤهلهم كفاءاتهم وقدراتهم الكاملة لها. ثانياً، فتح المجالس البلدية في وجه المواطنين جميعاً. ثالثاً، المساواة في المرتبات والأجور بين الفرنسيين والتونسيين، حيث كان التونسيون يتحصلون على ربع أو ثلث من الفرنسيين، ونادى بمنحهم الفرص للارتقاء إلى جميع المناصب الإدارية. إلغاء مرسوم 1898 المتعلق بمنح أراضي الأوقاف والأحباس للمعمرين، وحذف كل العراقيد الإدارية لتمنع التونسيين من امتلاك أراضي فلاحية، وإلغاء إدارة الأوقاف التي توفر كل سنة 2000 هكتار من الأراضي للمعمرين الفرنسيين. جعلوا التعليم إجبارياً، وتعليم واستعمال اللغة العربية بالنسبة لجميع التونسيين. إعداد هيكلية المحاكم التونسية بما يخدم المواطنين، وتكوين مجلس استشارة تونسي. شن حملات لمكافحة البؤس والفقر المتزايد والتسكع والبطالة، وحق الباي في توزيع المواد الغذائية للمحتاجين من المواطن بنفسه. تأميم جميع المؤسسات ذات المصلحة العمومية لفائدة الدولة التونسية، ومنح التونسيين حقية المراقبة المالية من حيث إيرادات وصرف الميزانية. إطلاق سراح المعتقلين سواء كانوا في تونس أو في فرنسا كما ذكرنا ذلك. وعليه أنا أقول لم تفرز أدبيات المجابهة النضالية للقيادات الحركة الوطنية مواقف بهذا الحسم والجرأة والقناعة السياسية. وأن هذه المطالب السياسية الوطنية باسم كافة الرعاية التونسيين شكلت تحدياً صارخاً وغير مسبوق باختراقها سياسة نظام الحماية، إلا أن الأميرال ستيفا عد هذه عملاً أخرق للغاية، وحرر تقريراً سرياً وجهه للماريشال بيتا مؤكداً أن هذه العريضة مستوحاة من مطالب الدستور، وهذا من شأن أن يعرض البلاد للخطر. وباتفاق المحللين فالعريضة شكلت ملفاً لصفحة جديدة في صيرورة العلاقات مع سلطة الحماية. بل إن المنصف باي في سابقة خطيرة لم يقم بها ولا أحد من البايات من قبله، ولا حتى من القيادات السياسية الوطنية،
عندما وجه رسالة للمارشال بيتان رئيس الدولة الفرنسية يومئذ يطالبه فيها بسحب المقيم العام ستيفا من تونس وإبداله بشخصية إدارية جديدة، وليتأكد لنا مدى خطورة هذا التمشي المبدئي تبناه المنصب بي وهو مقرر عزم على التنازل على العرش إذا قررت الحكومة الفرنسية إبقاء الأميرال في منصبه. وفقا لهذا التمشي الجريء بمطالبة المنصب بي إقالة المقيم العام تعد ضربة قوية لنظام الحماية القائم، وأن مثل هذه المطالب الحاسمة في مناخ التبعية المطلقة للحماية يعد عملا اختراقيا وجريئا بكل المقاييس، ولا يمكن أن يأتي إلا رجل وطني استثنائي تشبع بالروح الوطنية وليس لديه حسابات تكتيكية لدعم مساقات الحركة الوطنية التونسية. وأنه من العيب، نعم من العيب والظلم، أن يوصف المنصب بأنه أمير طيب ويحب بلاده ولا يفعل الشر وهو غير ناضج ولا يتمتع بالحنكة السياسية الضرورية لإدارة شؤون البلاد كما ادعى بذلك المغفور له الرئيس بورقيبة في محاضراته في معهد الصحافة 74. وعليه فإن المقاربة المنصفية لجديرة بالتوقف عندها لنحيي شخصية المنصب بي. وذكر السيد إدريس جيجا في شهادته على منبر المؤسسة أخيرا أن سمعة المنصب بي لدى الرأي العام قد طبقت الآفاق، وهي سمعة لا تضاهيها سمعة لا بورقيبة ولا غيره من الرجالات السياسيين التونسيين قبله، ولو قدر له الحياة لما زاحمه أحد في السلطة العليا للبلاد. هناك حادثة أخرى جديرة بذكرها هنا، عندما تلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر وجاءت الوفود التونسية والفرنسية للتهنئة، لاحظ المنصب بي بثاق بصره أن الشرطة الفرنسية كانت كثيفة العدد، وتوجه لمدير الشرطة الفرنسية قائلا له: ألا تعلم أن الإدارة هنا هي تونسية؟ ولماذا خلو وفد شرطتكم من أي تونسي مسلم؟ وعندما حاول شقيق الباي تلطيف موقفه قائلا له، رد عليه المنصب باي: اتركني أعمل، عندما تصير بايا فلك أن تفعل ما تريد. ثم توجه مباشرة إلى مدير الشرطة الفرنسي قائلا له: أنا غير راض عنك، إنك وحدك المسؤول وأنني لا أوبخك. وكانت تداعيات هذا الموقف الحاسم من الباي أن زار وفد فرنسي وتونسي بعد ذلك بقليل، وتم هذه المرة بالتناصف، وتوجه إلى الفرنسيين قائلا، اسمعوا هذا الكلام اللي قاله المنصب باي إلى الفرنسيين: إنكم بحكم عملكم في هذا البلد أنتم موظفون عندي، إنني أعلى السلطة في هذا البلد وقائدها، وعليكم أن تطيعوني وتخدموني بصدق وإخلاص، وأطالبكم بتنفيذ أوامري وتوجيهاتي بسرعة ودقة، وأنني سوف أطرد الموظفين الذين لا أرضى عن خدماتهم، وليس لأحد غيري أن يتولى ذلك ما دمت أنا هنا، فإن عدالتي وسلطتي فوق الكل وليس بإمكان أحد أن ينازعني فيها. أما مطلب الباي جعل التعليم إجباريا بالنسبة للتونسيين فهو مطلب نوعي وذكي وواع بأهمية التعليم في خلق جيل جديد في جدلية النهوض بالشعب التونسي وتأهيله إلى موقع الحداثة والتفاعل الحضاري الحق عبر تأمين التعليم للجميع. ولا تحتاج هذه المنادات بهذا الاستحقاق التعليمي لا لشخصيات لديها شهادات عليا ولا لنبوغ سياسي ولا لفلسفة إيديولوجية تحديثية للمطالب بتحقيقها. ثم إنه ضمن المطالبات السياسية الحاسمة أعلن الباي أنه يعارض إمضاء المصادقة على الأوامر التي تطالبه بها الإقامة العامة،
وقد رفض ذلك جملة وتفصيلا على اعتبار أن هذه الممارسات تمس بالسيادة التونسية وبحقوق الملك صاحب المملكة. وعندما أبلغ الباي أن أحد وزرائه وهو عبد الجليل زاوس وزير العدل قد أهانه المقيم العام بسبب رفض الوزير التونسي تخصيص اعتمادات مالية للجندرمة على أساس أن هناك أولويات لصرف ميزانية المملكة كما قال ذلك عبد الجليل زاوس، قام المقيم العام في جلسة إدارية عامة بإهانته أمام الجميع قائلا له إنه لن يقبل أي انتقاد ضد الجندرمة وزجره بعنف بالغ، الأمر الذي دفع الوزير التونسي بالاعتذار للمقيم العام. وعندما أبلغ المنصب باي بهذه الحادثة استشاط غضبا لموقف وزيره واعتبرها إهانة شخصية له ولوزرائه ولام وزيره لفقدانه الشجاعة الأدبية والسياسية لمواجهة سلطة الحماية، وهدد وزراءه بإقالتهم جميعا وتولي مكانهم وزراء أكثر كفاءة وجرأة في مواجهة النظام الاستعماري. وهو ما حصل لأول مرة في تاريخ الحماية عندما أقال المنصب باي الوزراء دون موافقة مسبقة من الحماية، وهو يؤكد على كل حال بدون ما نكمل في أشياء كثيرة منها. وهذا ما يعكس أن الباي كان أكثر جرأة وصلابة عندما طالب المقيم العام بتوسيع صلاحيات وزيره الأول. هناك مجال جديد هو علاقة المنصب بالمغرب العربي، سأمر إليها الآن. لقد كان المنصب باي حاضراً أيها السادة والسيدات في الذاكرة الجماعية للتونسيين باعتباره رمزاً للوحدة الوطنية، وخاطب شعبه: ارفعوا بصركم إلى السماء ستلمحون بشائر طلوع فجر مستقل، مستقبل مشرق، وأن حفيد واضع عهد الأمان لمقر العزم على مواصلة عمل جده. وهي مرجعية مهمة جدا أن ذكر بها المنصب باي وهو بهذه المقامة ينتزع منك الإعجاب والتقدير انتزاعا، وقد احتفظت صورته الأخاضة والمشعة في البيوتات والمحلات إلى وقت قريب جدا. وإنه نتيجة هذه المواقف الحاسمة والانقلابية والغير المتوقع تبناها المنصب باي ضد نظام الحماية بدأ العد التنازلي السريع بحبك مؤامرة عزله عن العرش، وقام بها عدة أطراف سياسية على رأسها الأميرال ستيفا ومعاونيه وأعوان المخابرات الفرنسية بالجزائر وفريق من الرأي العام الأوروبي بتونس، عندما تشكلت لجنة سرية كانت قد أعدت تقريرا خطيرا جدا إلى الدولة الفرنسية المحررة قريبا، وطالبت بتنفيذ البنود الواردة فيه حالا، بادئين بالعمل على إقالة الأميرال ثم إلغاء نظام الحماية جملة وتفصيلا، وضم البلاد التونسية إلى فرنسا مباشرة، شأنها في ذلك شأن وضعية الجزائر. وبصفة أخص طالبت هذه اللجنة السرية الخطيرة بإقالة الباي حالا بسبب اتهامه وتعاطفه غير المشروط مع المحتل الألماني وقبول إلحاق الاضطهاد بمواطنيه اليهود. أما الاتهام الثالث فيتمثل في تعاطفه مع الحركة الدستورية والتي كانت تهدف إلى خلق مرجعية سياسية للحركة الوطنية ضد الوجود الأوروبي للبلاد. وقد عثرنا على هذا التقرير السري الخطير مؤخراً، والذي حدد في نظر هذه اللجنة السرية المستقبل الجيوسياسي للبلاد التونسية بعد الحرب العالمية الثانية، ونشرنا هذا النص مؤخراً. هنا نفتح فصلاً بائساً حقاً للاتهامات الباطلة التي وجهت إلى المنصب باي على إثر غزو الجيش الألماني لبلادنا
واحتلاله عديد المناطق الترابية. لقد طالب المنصبي الأطراف المتحاربة بعدم الزج بالبلاد التونسية في أتون الحرب، وأنه يعلن حياده الكامل والحازم من كل الأطراف المتقابلة، إلا أن هذا الموقف السلمي سوف لن يجد له أنصاراً مثل ما كان شأن بالنسبة لكاملة ترك، الدولة القوية عسكرياً والتي حققت الوحدة الترابية معتمداً على قدراته فقط، لأن المنصب باي المحمي فرنسياً من طرف فرنسا الذي انعدمت لديه آليات الوسائل العسكرية محلياً ومغاربياً لاحترام مواقفه وأخذها بالاعتبار. والحقيقة أن الديناميكية المجابهة السياسية ضد الحماية كانت تؤشر على بدء العد التنازلي بإقالة المنصب باي من العرش، ويذهب المؤرخون المنصفون أن عزل الباي كان عملاً جباناً وبائساً مثل ما حصل للملك محمد الخامس، وهذه وتلك تعد من الأخطاء الجسيمة التي لا تغتفر للسياسة الفرنسية، وأدت حتماً إلى بدء مرحلة جديدة لا رجعت فيها للقضاء على الجود الفرنسي بفضائنا المغاربي. ألم يكتب الجنرال جوان في مذكراته: لم أعثر على أي جرم خطير للمنصب باي، وقد شعرت، هو يقول جنرال جوان، المرات العديدة بالندم، وحيث أجبرتني حكومة الجزائر بتسرعها وجهلها تنفيذ قرار لا يمت إلى السياسة بصفة ضد ملك لا يعاب عليه أي شيء، إن قرار الإدارة الفرنسية بخلع المنصب باي انتهكت معاهدة اتفاقية 12 مايو، ونودي في الجوامع والمدارس والكتاتيب والمعاهد والأسواق المنصب باي المنصب باي، وهي صرخة حب من الشعب عكست كيف أن الظاهرة المنصفية أصبحت تشكل توجهاً سياسياً جديداً وفاعلاً في البلاد، وأن ميلاد المنصفية وحدت النضال الوطني قبل وبعد وفاة المنصب باي. أما أكذوبة اضطهادي لليهود التونسيين فهي بالأدلة والشواهد والأحاديث الجارية عارية تماماً من الصحة، إذ الباي قد أعلن في مناسبات عديدة أن اليهود هم مواطنوه وأبناؤه كبقية التونسيين، بل إنه يعارض تطبيق النظام الخاص بهم والذي أقرته الإدارة الفرنسية في هذه المرحلة الدقيقة، وأنه لن يسمح بالإساءة إليهم، بل إن النظام في شيء قد عرضهم في تونس إلى حملة بوليسية جهنمية، وكيف أن اليهود أجبروا على الاختفاء والعمل السري وحمل نجم داود الصفرة على صدورهم، إلا أن المنصب الباي رفض المصادقة على قرار الإقامة بفرض الخدمة الإجبارية على اليهود. والحقيقة أن بدء فتح الأرشيفات الفرنسية للباحثين سوف تكشف العديد من المغالطات الشائعة اليوم، ودون أن نثير أطوار العملية المأساوية والبائسة التي قام بها الجيش البريطاني والفرنسي بإهانة المنصب باي وإجباره على التخلي على العرش وقرار نقله إلى سجن في لغوات بالصحراء الجزائرية، ثم نقله للإقامة الجبرية بتنس الجزائر، وتم إلحاق الضرر المعنوي والمادي وقطع راتبه لمدة 3 أشهر وعدم استلام رسائل مواطنيه نتيجة الرقابة العسكرية، وأنه لم يستلم حتى الهبات التي جمعها له الشعب التونسي، لتؤكد جميعاً على مواقف التحقيرية الغير المبررة اتخذها الإداريون الفرنسيون تجاه المنصب باي، بل إن الأميرال ستيفا أمر، وهذا شيء مهم جداً، أمر بسحب الغطاء الذهبي للعملة التونسية والموضوع ببنك الجزائر، يومئذ أمر بإرساله إلى فرنسا، ولا نعلم
ولا نعلم كم هي المبالغ بالمليارات إن صح التعبير والتي تم توجيهها لحكومة فيشي بفرنسا، ولا نعلم مصيرها بعد ذلك، ونحن يحق للبنك المركزي التونسي وللباحثين الاهتمام بهذا الملف وإجراء التحريات الأرشيفية بخصوص ومطالبة فرنسا قانونيا وتاريخيا بذلك، وهو ملف لم يقع إثارته حتى اليوم. وبعد عديد الاحتجاجات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني التونسي والمغاربي والفرنسي، اتخذ قرار نقل المنصب باي إلى مدينة بو الفرنسية، وأصبحت مدينة بو مزاراً لكل القيادات المغاربية والعربية والفرنسية. وقد أكد السيد أحمد بن صالح أنه حضر شخصياً تلك المقابلات العديدة التي كان يجريها المنصب باي مع الوفود التي تحولت لمقابلته، وكان من ضمنها وفداً يهودياً بقيادة الخاقان الأكبر من الجزائر، والذي حرص على زيارة المنصب باي ليقدم له تقديره العالي على موقفه النبيل وتعاطفه وحمايته لليهود التوانسة، كما وندد الخاقان الأكبر بموقف بعض اليهود السفلة والذين أهانوا الباي بطريقة بذيئة جداً قبل عزله. وأصبحت مدينة بو عاصمة سياسية بامتياز للنضال الوطني، عندما تردد عليه العديد من الشخصيات التونسية والمغاربية والدولية أمثال جلولي فارس وعزوز الرباعي والشادي قائد السبسي ومحمد شنيق ونجيب البوزيري وعلي جراد وفرحات حشاد، الذي زاره عديد المرات مشدداً على التزامه المطلق للدفاع عن قضية المنصب باي وغيره من الشخصيات الوطنية والأجنبية. ولا شك أيضاً أن الأرشيفات الفرنسية السرية كانت على علم تام بأسماء كل الزائرين، وهناك فرنسيون أحرار كانوا بالفعل من المدافعين المستميتين عن المنصب باي، ألبير بوزانكي وجورج مواتي وأندري بيدي وكوهان حدرية وآخرون من أحرار فرنسا ومن الشيوعيين. وفي بو أقام المنصب باي ندوات لصحفيين من فرنسا والمغرب الكبير ومصر، وتمت تحت إشراف الأستاذ أحمد بن صالح الذي واكب كل هذه التفاعلات السياسية والجلسات الحوارية مع مؤسسات المجتمع المدني المغاربي. وصرح المنصب باي لكل زائريه على اختلاف مشاربهم وأوطانهم أنه غير مهتم بشخصه، وأن الذي يهمه حقا هو تحرير وطنه. لأن أستاذ أحمد بن صالح في شهادته لدينا أكد أنه جالس المنصب باي على الدوام في بو، وتعرف عليه عن قرب خلال الأشهر الأخيرة من حياته، وكان يذكر المنصب باي، وهنا أظن يؤكد لي ذلك، كان أحمد بن صالح يذكر المنصب باي بتأثر شديد ويعتبره رجلا عظيما جدا، ويأسف أنه لم يحتل حتى اليوم مكانته اللائقة به في ذاكرة الجيل الجديد من التونسيين والذين لا يعرفون إلا النزل اليسير عنه. وذكر المؤرخ لوتورنو المتابع للتحولات الفكرية والسياسية لمساقات الحركة الوطنية أن العرش المنصفي هو الممثل الحاسم في الحركة الوطنية، وحيث أصبح خلال أسابيع قليلة رمزها وممثلها الوحيد، إلى أن جاء دور فرحات حشاد الذي جسم بعد ذلك القوة الوطنية الفاعلة في الحسم وفي المعركة الوطنية، وبعده جاء الحبيب بورقيبة وصلاح بن يوسف. لقد تمتع المنصب باي أيها السادة بسمعة الملك الدستوري خارج وطنه بالجزائر والمغرب الأقصى مثلا، وأن إقامة هذه الشخصية الوطنية التونسية بالجزائر بثقله التاريخي المشرف قد نبه الوطنيين الجزائريين إلى توظيف ذلك إعلاميا ضد السياسة الفرنسية والتشنيع بها. ألم يكتب الشيخ البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء الجزائريين مقالا مؤثرا جدا، وموقع المنصب باي موقعا مغاربيا في الدفاع عن الثوابت الوطنية المغاربية،
بل إن المنصب شدد على إيمانه بالأبعاد المغاربية بعد أحداث الدار البيضاء، عندما وجه رسالة إلى محمد الخامس ملك المغرب، وأستسمحكم أن أنقل لكم ما قال. قال الملك محمد الخامس: لقد نقلت إلينا الأنباء موقفكم الخالد بمدينة طنجة، وهذا ما أنسانا محنتنا على مرارتها. ثم إن، اسمعوا الكلام، لحمة الجنس ووحدة الآلام والآمال واتفاق الأهداف والوسائل للإعراب عما تولاني من مزيد الغبطة بقيادتكم لحركة شعبكم القومية حتى يكون الدافع الاستقلالي الذي هان علينا الملك في سبيله شاملاً في المغرب العربي المستقل والموحد. وأضاف المنصبي في هذه الرسالة التاريخية: إننا نلجأ إلى ثقتنا بالله عز وجل واعتدادنا بإيمان شعبنا وإخلاصنا وجلالتكم في طنجة مما عبر عن أمان المغرب العربي بأثره. ولأول مرة نحصل على كلمة المغرب العربي. إن الكلمات المفتاحية في هذا الخطاب: لحمة الجنس، وحدة الآلام والآمال، اتفاق الأهداف، ثم الواقع الاستقلالي في المغرب العربي المستقل الموحد، ونصرة إخواننا في العروبة لتحقيق أمان الشعب العربي المغربي بأسره، هي مفاتيح ذات دلالات استشرافية عميقة، وتنتزع منا مثل هذه القناعات التي عبر عن منصب بي بتلقائية وبإيمان راسخ على مدى التقدير العميق والنوعي لهذا الرجل وحسه ووجدانه الوطني المغاربي. وهذه مكرمة جديدة تضاف إلى مكارم المنصب بي، خاصة ونحن المغاربيين والشرفاء سنبقى أيها السادة والسيدات متعلقين ومتشبثين اليوم وغدا بهذا الحلم المغاربي والذي نادى ودافع عنه أعلامنا البررة منذ أوائل القرن العشرين. وحتى عزام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية فقد أرسل رسالة للمنصب بي داعياً له أن يبقيه الله ذخراً للعرب والمسلمين، ورد عليه المنصب بي: نحن نعتقد أن البلاد التونسية المعتزة بعروبتها سوف تتحرر من قيود الاستعمار الفرنسي بفضل جهاد شعبها الكريم وزعمائها الأبرار، وسوف نلحق بجامعتكم في العمل والسير بالأمة العربية نحو الصلاح والقوة والمجد. كلمة ختامية أيها السادة أسوقها حول هذا المشروع المغاربي الذي خطط لإنجازه المناضلون أمثال أحمد بن صالح للحركات الوطنية المغاربية، عندما اقترحوا على المنصب بي التجاءه إلى القاهرة والانضمام إلى الزعيم عبد الكريم الخطابي وتكوين جبهة نضالية موحدة جديدة للعمل من أجل النضال والاستقلال والوحدة للمغرب الكبير، لأن المنصب بي توقف ملياً حول هذا الاقتراح الجريء واتسم موقفه في رأيي بالواقعية السياسية، وأحاط في آخر لحظة رجل الثقة لديه سي أحمد بن صالح بموقفه الذي يتعذر عليه قبول هذا الاقتراح. وقد انتقل المنصف باي إلى جواي ربه، وكان لنبأ الوفاة رجة عميقة في الرأي العام التونسي والمغاربي والفرنسي، وحيث بكاه الجميع بحرقة وألم بالغين. ويذكر شاهد عيان أن الزعيم النقابي فرحات عشاد عندما أبلغ لحظة وفاته ارتج عليه ارتجاجا وبكاه طويلا بدموع غابرة، وكان يوم الدفن يوما مشهودا واستثنائيا في تاريخية مقبرة الجلاز، وحضره أكثر من 300 شخص، وتم هذا الدفن وفقا لوصيته في مقبرة الشعب الجلاز،
وليس في تربة الباي بإشراف المناضل فرحات حشاد والمنجي سليم وبقية المناضلين والمواطنين الذين شكلوا وحدهم الطاقم لحفظ الأمن، وحيث لم يسجل أي حادث على الإطلاق. وهي رسالة حضرية أهداها لنا هذا الملك الشهيد في سجل أعلامنا الأبرار. وكم نحن اليوم في ختمة هذه المحاضرة، كم نحن اليوم أيها السادة والسيدات في حاجة إلى أكثر من منصف جديد يتحلى بالصدق في القول والعمل، ويكون شمعة مضيئة لجيلنا والأجيال القادمة، ورمزا وطنيا يشعرنا بالاعتزاز بتونسيتنا ومغربيتنا وعروبتنا أيضا. بعد هذه الفترة التي نعيشها بلادنا في العقود الماضية والتي تحتاج إلى تعديل، نعم نحن في حاجة إلى استفاقة حضارية وفكرية واستيعاب للذاكرة الوطنية، عسى أن يؤثر ذلك في سلوكنا ومناهجنا التربوية وفي وسائل إعلامنا، حتى لا تغيب مثل هذه الشخصية الرمز في تاريخنا المعاصر. وتلك هي رسالة المنصور باي، هذا الداعي الملهم والمخلص لتوحيد التونسيين دون أي تمييز في الرأي والدين أو الانتماء الحزبي، بل ناضل من أجل الوحدة الوطنية المقدسة والتي تعمقت واقعا وحقيقة بعد موته، وحيث وجب أن تصبح الآن نعيشها في وجدان التونسيين. ولا أشك أن الدكتور المنصف المرزوقي ومن رجالة الدولة سوف يعملون على إحياء وتعميق ذاكرة المنصف باي في ذاكرتنا الجماعية. فلنرجع إليها أيها السادة ونتوقف حول دروسها ونعمل على إبلاغها الجميع، وشكرا على عنايتكم. شكرا لأستاذنا دكتور عبد الجليل التميمي على هذه المداخلة أو هذه المحاضرة القيمة التي ربط فيها وأحسن فيها الربط بين الجانب الوطني المحلي في شخصية ونضال باي الشعب محمد منصف باي، وأيضا بين الأبعاد المغربية والعربية في نضال باي الشعب محمد المنصف. سنأخذ مجموعة من المداخلات على أن ننهي في الساعة السابعة. أرجو من السادة المتدخلين الإيجاز، لا يتعلق الأمر فقط بطرح أسئلة، ربما هناك إضافة أو مناقشة، ولكن مع الإيجاز الشديد رجاء. نحتفظ بسي أحمد بن صالح الآخر مداخلة، لأنه مداخلة وشهادة، يعني باش بيش يكون الختام مسك. يعني الاسم رادي. سمير منيرة، سي المنظر الاسم أسية، مشكل انه الضوء في عينيا يعني ما اشوفش. الاسم ابراهيم. سي محسن الكعبي. السلام عليكم.
الاسم بشير. طيب نكتفي بهذه القائمة على أن تكون المداخلة الأخيرة لأستاذنا أحمد بن صالح، ومع ترك بعض الوقت لأستاذنا عبد الجليل التميمي للرد على الاستفسارات والتفاعل مع الإضافات التي قد يأتي بها السادة المتدخلون. الأخت منيرة بن حميدة. على سلامتكم. أتوجه منيرة حميدة محامية من المنستير، أتوجه بالشكر لمؤسسة رئاسة الجمهورية على هذه الدعوة والتنظيم واستغلال الفضاء، وبارك هذه التمشي. أيضا أشكر اختيار الموضوع، لأن هذه الشخصية حقا يبدو أننا بدأنا نكتشفها اليوم فعلا مع كل أسف. لست مختصة في التاريخ، لكن التاريخ طبعا يستدعي التأمل واستخلاص العبر. تاريخ هذه الشخصية حقا ثري فعلا. تأمل في هذه الشخصية يجعلنا في أمس الحاجة لمثل هذه التأملات في المرحلة الحالية. المرحلة اللي عاش فيها المنصف بي تتميز بالصعوبة صحيح، لكن حتى احنا زاد في مرحلة صعبة. صعوبة المرحلة تستدعي تساؤل، هل أن مواجهة مستعمر أيسر من مواجهة نظام استبداد؟ فعلا سؤال يعني نشوفه يستحق الطرح. ممكن في رأيي مواجهة نظام استبداد يعني في رأيي أصعب. فما نقطة نشوفها هامة برشا في ما يخص شخصية المنصف بي هي عامل الوقت. فعلا المنصف بي كان سريعا في قراراته، واستراتيجية العمل كانت ناجعة نظرا لأنه قد أدرك عامل الوقت. حسن نجاح سياسة ونجاح رجل سياسة لابد أن يكون بدراسة استراتيجية العمل واستغلال الوقت وسرعة القرارات. المنصف بي كان سريعا في قراراته، كان شجاعا في قراراته. نجاح سياسته برغم قصر المدة ارتكز على ليس فقط على شخصيته كإنسان، بل أيضا على طريقة عمله. هل لديك سؤال يا منيرة؟ هذا هو تدخلي فيما يخص هذه الشخصية. نشوف إنها كيف يمكن استغلال ملامح هذه الشخصية في الوقت الحالي معناتها بالنسبة لتاريخ تونس. شكرا لك يا أخت منيرة. أستاذنا عبد الجليل التميمي، أنت من أكثر الذين يعلمون أنه ساحة المؤرخين الجامعيين التونسيين فقدت أحد يعني أكبر من اشتغل على المنصف بي، وهو أستاذنا وزميلنا وأخونا حسين رؤوف حمزة رحمه الله، وأن ساحة المؤرخين الجامعيين أيضا فقدت علما آخر في المدة الأخيرة وهو أستاذنا وزميلنا أحمد الجدي. وفي الحقيقة من جملة المتدخل أو من طلب التدخلات هنا تقريبا ليس هناك من مختص جامعي في التاريخ المعاصر، ولذلك سأتعسف على الأستاذ لطفي عيسى وأطلب منه التدخل في الموضوع، ومع التركيز وهذا طلب ودي على الإضافة التي قدمها أستاذنا حسين رؤوف حمزة رحمه الله في دراسة شخصية المنصف بي. شكرا. على الرغم من أني لا أدعي معرفة جيدة بالملف وفقا للمعطيات التي درسها بها المرحوم حمزة، حسين حمزة كان مهتم بشيء مهم جدا، وأعتقد
أنه لم يبرز بشكل كافي في محاضرة الأستاذ تميمي على الرغم من وفرة المعطيات التي أتى عليها، وهي معطيات وشهادات هامة وأساسية، لكن أعتقد أن الشيء بشيء يعرف، وعملية التداخل بين المسارات مسألة مهمة جدا لفهم شخصيات. والأستاذ ميمي لشغفه من الممكن بهذه الشخصية يبدو أنه أغفل قليلا هذا الجانب ليركز على هذه الشخصية أكثر من غيرها، أي شخصية المنصف بي، وله الحق في ذلك لأنها هذه شخصية مغموطة فعليا، ومغموطة من وجهة نظر من هم خارج الجامعة وليس من هم داخل الجامعة، حتى نكون أوفياء وصرحاء وواضحين أيضا. ثم جانب ثاني، هناك قضية السياق، يتعين أن يعرف كل تونسيين أيضا أن السياق الذي جاء فيه المنصف بي هو سياق حرب، وأن فرنسا أيضا كانت في أزمة، وأن لو فيزافي دو منصف بي هو طرف كان متعاونا مع الألمان، كان متعاونا مع النازية، وهذا لم يبرز ضمن محاضرته. فضروري أن نعرف من هو الطرف الذي يتحدث إزاءه المنصف بي، والمنصف بي في وضعيته يبدو وكأنه يتحدث مع فرنسا. فرنسا هي جانب من فرنسا وليس كل فرنسا. فرنسا ليست حكومة بيتان، ليست حكومة المتعاونين، فرنسا الحرة غير موجودة في محاضرة الأستاذ تميمي. الشهادات، شهادات فرنسا الحرة موجودة، لكن هذه هؤلاء الأشخاص لا نجدهم. السياقات أيضا لا يجب في اعتقادي أن نتحدث على هذه السياقات خارج إطارها. الإطار هو إطار حرب. يبدو الحديث على حماية المنصف بي للجالية أو انشئنا للمجموعة اليهودية التونسية شيئا أساسي، لكن يبدو المنصف بي عندما يتحدث إلى الحكومة الفرنسية الممثلة لحكومة حماية يبدو وكأنه يخاطب طرفا لا يعرفه، والحال أن الكل يعرف هذا الطرف. هناك أيضا جانب أعتقد أنه مهم، ما هو الفاصل بين دستورية المنصف بي وعلاقته بالدستوريين؟ يعني هل المنصف بي كان يريد حكما دستوريا أم يريد حكما جمهوريا؟ هل كان ملكا يريد أن يبني ملوكية جديدة متطورة وفقا للمعطيات التي تطورت بها الحركة الإصلاحية التونسية؟ إلى أي حد دافع عن ذلك؟ ثم ما هي ثقافته السياسية تحديدا، فضلا على دفاعه عن اللغة العربية وغيرها؟ كل هذه التساؤلات أود من الأستاذ تميمي أن يستكملها حتى تبان لنا الصورة، وأيضا حتى يظهر لنا المنصف بي بايا إنسانا وليس ظاهرة متفردة، لأننا سئمنا الظواهر المتفردة في تونس. شكرا. شكرا لك أستاذ لطفي عيسى، برغم أنه أحد الأسئلة التي طرحتها حول الفكر الجمهوري للمنصف بي سيكون من النقاط الأساسية في شهادة أستاذنا أحمد بن صالح، وأستاذ أحمد بن صالح هو يعني من أول الذين تحدثوا عن الفكر الجمهوري لدى المنصف بي. أمر إلى المتدخل الموالي الأستاذ عبد الرحمن الهذلي. بالإيجاز سعد الرحمن. شكرا. أشكر الأستاذ عبد الجليل تميمي على هذه المداخلة المكثفة التي أتحفنا بها، والتي يعصر هضمها بحكم ما ورد فيها من معلومات كثيفة. أود أن أبدأ بنقطة أولى، هي من ناحية علاقة المنصف بي بالحركة الوطنية أو دوره، أهميته بالنسبة إلى الحركة الوطنية في المرحلة التي تولى فيها السلطة، ومن زاوية القانون الدولي. الحركة الوطنية كانت تستمد بالأساس شرعيتها من قاعدتها الشعبية، وقبل المنصف بي كانت هناك قطيعة بين السلطة التي تمثل الشرعية بالنسبة للقانون الدولي، وبين الحركة الوطنية التي أو القيادة الوطنية التي تستمد شرعيتها من القاعدة الشعبية وتفتقد إلى هذه الشرعية لدى الدول الأخرى. أهمية المنصف بي هو أنه جمع القيادة الشرعية
من جانب القانون الدولي إلى الشرعية الشعبية بالتقائه مع المطالب الوطنية. في نفس السياق أود أن أضيف نقطة أخرى وأسأل عنها الدكتور التميمي حول علاقته بالحركة الوطنية. المنصف باي في الحكومة التي شكلها كان نوعا ما انتقائيا، هل كانت مثلا علاقته على نفس الدرجة من القرب بالنسبة إلى الدستوريين الحزبين القديم والجديد، وما هي الشخصيات المؤثرة في هذا الخيار؟ سؤال آخر حول سؤال استشرافي نسبيا، المنصف باي كان بالنسبة إلى المغربيين مثل الملك محمد الخامس، ومحمد الخامس صالح بين العرش والشعب، المنصف باي كذلك قام بهذا الدور. محمد الخامس جاءته فرصة تاريخية لأن يبقى إلى تاريخ الاستقلال، المنصف باي لم يسعفه هذا الحظ. سؤال استشرافي، لو بقي، لو كتب له أن يعيش في ظل ما تعرفونه عن تاريخ العائلة الحسينية وعن شخصية المنصف باي وعن شخصية بورقيبة، هل كان يمكن للعرش الحسيني أن يبقى؟ سؤال أخير، المؤرخ ربما له الأسبقية عن غيره من متملك المعرفة، وهو تملكه للتاريخ وما يمكن أن ينتج عن ذلك من فائدة للمستقبل. أنتم بحكم معرفتكم كذلك بتاريخ المنصف باي وتجربته التي كانت بالضرورة انتقالية، ونحن اليوم في مرحلة انتقالية كذلك بالضرورة فرض علينا ذلك، بماذا تنصحون طبقتنا السياسية الانتقالية اليوم؟ وشكرا. شكرا لك سي عبد الرحمن. أنا ربما إشارة لن يجد أستاذنا عبد الجليل التميمي الوقت للحديث عنه، هو أنه الزعيم بورقيبة في خطابه في المجلس القومي التأسيسي في 25 يوليو 1957 قبل لحظات من إعلان الجمهورية كان قد ألقى خطابا لاذعا جدا تجاه العائلة الحسينية، ولم يتطرق مطلقا في نقده للمنصف باي، وبالتالي هو اعتراف منه أن الرجل كان مختلفا عن البيات الذين سبقوه والذين يعني جاءوا من بعده. سي سمير بن عمر. شكرا استاذنا على المحاضرة القيمة. انا عندي سؤال، من خلال تقييمكم لردود الافعال الشعبية والرسمية من طرف خاصة الحركة الوطنية، ألا ترون أن الباي منصف باي قد خذل من طرف الشعب ومن طرف الحركة الوطنية عندما وقع عزله من الحكم؟ وأنا هنا فما متدخل عمل مقارنة بين المنصف باي والملك محمد الخامس. أنا باش نعمل مقارنة لكن من زاوية أخرى، لأن الملك محمد الخامس عندما عزل عن الحكم عن العرش في المغرب كانت هناك ردود أفعال شعبية قوية، والحركة الوطنية في المغرب جعلت من إعادة الملك المخلوع في سلم المطالب التي ناضلت من أجلها إلى أن تم بالفعل إرجاع الملك محمد الخامس إلى العرش. إذن يعني أنتم قبيلة قلتوا أن الملك الباي منصف باي كان مستعد باش يموت من أجل هذا الشعب، ألا ترون أن الشعب التونسي لم يكن مستعدا للموت من أجل منصف باي؟ شكرا لك سي سمير. سي المنظر. سي المنظر السلام عليكم. منظر منذر برويقي، أستاذ أول فلسفة بصدد أعداد رسالة الدكتوراه. كل الشكر لرئاسة الجمهورية على هذا التشريف بالحضور، كل الشكر للسيد الأستاذ عبد الجليل التميمي على هذه المداخلة القيمة. باسمي المتواضع الشخصي كسجين سياسي سابق وكأحد أبناء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكمواطن تونسي يروم تحقق مواطنته تحققا كاملا في ظل سيادة دولة مشروعة وشرعية، أتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد المنصف المرزوقي للتدخل شخصيا من أجل الإذن بإحداث لجنة وطنية
من المختصين تضطلع بمهمة وطنية تاريخية تتعلق بإعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية كتابة قوامها الموضوعية العلمية التي تنصف ولا تصنف، لا تعتمد الإقصاء أو الانتقاء أو الاستبعاد كما ساد ذلك في حقبتي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة واللامسمى بن علي. مع الشكر. شكرا لك سي المنذر. سي رضا بن حسين. استاذ رضا بن حسين. راضي بن حسين. لا سي رضا وبعد سي راضي. شكرا. شكرا الاستاذ عبد الجليل على المحاضره القيمه. لقد شاركت بصفتي مؤرخ، شاركت في بعض ندوات مؤسسه التميمي، والواضح بالنسبه لمحاضره اليوم ان هناك اشياء جديده ذكرتها معناها تقريبا لها الاسبقيه. من الواضح ان هناك ارشيف جديد ساهم في تعميق معنى قراءتكم لهذه الشخصيه. لي سؤال هنا، ان ارشيف وزاره الخارجيه الفرنسيه بيكسون بروفانس، هل قراءته قد تمت؟ وهل ان بعض الوثائق المحسوبه بانها سريه افرج عنها وممكن قراءتها؟ لماذا هذا السؤال؟ لاني بقيت متحير، لماذا الجنرال استيفا ذلك العميل البغيض والمتعامل مع المانيا ومتعامل مع بيتان الذي كان وراء معنى تنحيه البي تونس مع المصري، لماذا حكومه جمهوريه الرابعه عوض ان تعيد الاعتبار المصري على الاقل انه ترجعه الى تونس نكلت به وواصلت في سياسه اقصائه وضرب الحركه المنصفيه في تونس والى ان توفي؟ فتقريبا يهمنا النظره الرسميه معناها لاقطاب الجمهوريه الرابعه في 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 موقفهم من المنصبي. مع المتدخل الاخير سي المنذر، منها في ان تحدث لجنه من المختصين لاعاده قراءه تاريخ الحركه الوطنيه، ونحب نذكر انه معناها تقريبا في سنه 88 احدثت لجنه من هذا النوع لكنها قبرت ولما تواصل نشاطها، وحان الوقت اليوم اننا نعيد الاعتبار لتاريخ الحركة الوطنية بوجهة نظر جديدة، وخاصة أن سي عبد الجليل واضح من خلال الشهادات تحكيم سي حسين تريكي وسي أحمد بن صالح باحثين وكل شيء أن هناك أشياء لم تذكر في الحركة الوطنية، أشياء بقيت سرا وأقبرت وتركت، وهل أحد الوقت بعد الثورة المباركة في تونس أن يقع اعتبار لتاريخنا من وجهة العلمية الصحيحة؟ وشكرا. شكرا لك. شكرا لك سي رضا. سي راضي بن حسين الآن. راضي بن حسين، أنا ابن حفيد المنصف باي. نحب نحيي السيد رئيس الجمهورية على تنظيم الملتقى هذا، وتحية أيضا لسي عبد الجليل على المحاضرة القيمة اللي قدمها لنا. في الواقع اعتزاز بالانتماء لعائلة المنصف باي باعتباره زعيم وطني، وباعتباره إذن كذلك في محاولته المتكررة للإفلات من قبضة نظام الحماية رغم المدة الوجيزة التي قضاها في الحكم. اعتزاز كذلك بالشهادة متاع الأستاذ أحمد بن صالح اللي قال فيها أنه المنصف باي كان مش يرجع للحكم، كان مش يعلن الجمهورية. السؤال، هل الفكرة هذه عند المنصف باي تنم عن وعي سياسي حاد وهو ابن المؤسسة الملكية أن النظام الملكي لم يعد نظام المرحلة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أشرتم في آخر مداخلاتكم للزعيم الوطني فرحات حشاد، والسؤال إلى أي مدى حضن المنصف باي الحركة النقابية التونسية؟ شكرا. شكرا لك سي راضي.
سي محسن الكعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الموصول لمؤسسة الرئاسة على تنظيم هذه الندوة وهذه المحاضرة التاريخية التي نشكر من خلالها العلامة الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي. سؤالي هو: متى سيقع نفض الغبار على بقية الشخصيات الوطنية التي تعرضت على امتداد عقود من الزمن منذ الاستقلال الآن إلى نفض الغبار عليها ورد الاعتبار إليها نظرا لنضالاتها الوطنية والسياسية، وأخص بالذكر باي تونس المنصف باي الذي اقتصر النظام السابق على تسمية نهج معروف وفيه أسواق معروفة. يعني هل سنفكر في المستقبل إلى إطلاق ساحة واسم على معلم تاريخي حضاري يليق بقامة وهامة هذا الباي الوطني؟ وشكرا. شكرا. سي خالد. طيب سي صالح متراوي. استاذ صالح متراوي. شكرا. الشكر لمؤسسة رئاسة الجمهورية وللمنتدى حوارات قرطاج. أنا عندي سؤال بسيط أشار له أحد المتدخلين قبلي، يعني هل أن هذه الإشادة الكبيرة بالملك الشهيد المنصف باي تبرر إغفال بعض المحطات المهمة الأخرى في نفس هذه العائلة الحسينية؟ وهل أن هذا ما يسميش نوع من السقوط في القراءة اللي قدمتها الدولة، يعني دولة 1956 دولة بوركيبة اللي حاولت كما قال توا الأستاذ عدنان حاولت أنه في خطاب بوركيبة في 25 يوليو 1957 معناها تم التشنيع بالمؤسسة البيوية بالمؤسسة الملكية وتمنعتها بأقذع الأوصاف. لكن كي نرجع بعض الدراسات التاريخية مثلا نذكر الكتاب متاع سي محمد بن سالم لونتي شامبر دو ديبوندونس نلقاو أنه الملك محمد أمين باشا باي كانت له أيضا بعض المواقف الوطنية المهمة وكانت عنده بعض الإسهامات في دعم الحركة الوطنية وحتى في مساندة الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة. ثم نقطة أخرى أحب أقول هي تتعلق بالموقف أو بالممارسة السياسية للملك الشهيد المنصف باي. إذا كان نقرأ التجربة نتاع الشهيد الملك الشهيد منصف باي قراءة سياسية وعلمية، هل يمكن القول أنه كانت ممارسة ناجحة أم أنه كان الأولى أنه يعمل بطريقة أخرى لمحاولة تفكيك نظام الحماية وليس لمصادمته مصادمة مباشرة اللي أدت للشيء اللي أدت إليه؟ وشكرا. شكرا لك أستاذ صالح الطراوي. نحب أن نذكر نشاط قام به رئيس الجمهورية اليوم وهو وضع حجر الأساس لساحة محمد المنصف باشا باي في مدينة المرسى، وهي ساحة هامة في مدينة المرسى. وأعتقد أنه المنصف باي كان دائم التردد على هذه الساحة، وهي أول ساحة في تونس يعني يطلق عليها اسم محمد المنصف باشا باي، وهي يعني يفترض أن تكون عملية رمزية لإعادة موقعة المنصف باي في الذاكرة الوطنية، وخاصة في الفضاء الجغرافي الذي كان يتطور فيه محمد المنصف باشا باي. قبل أن أحيل الكلمة للسي بشير بوزويتا، يعني أغتنم فرصة وجود زملاء من المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية معنا، لأنه طرح بعض الحديث حول مسألة الأرشيف وما يتوفر حاليا من أرشيف حول مسائل في تاريخ الحركة الوطنية، وخاصة موضوع محمد منصف باشا باي، ومسألة أو الجدل الذي يعني
تم أو بدأ منذ بداية الثمانينات حقيقة، منذ تأسيس برنامج البحث في تاريخ الحركة الوطنية. يعني استسمح الأستاذة قمر كشير بن دانا أن تقدم لنا بإيجاز الحصيلة الأرشيفية المتوفرة، وهل هناك من جديد حول هذا الموضوع، وإجمالا وبعجالة يعني رأيها في مسألة إعادة كتابة الحركة الوطنية، وهي مسألة الآن تطرح في للمرة الثالثة، أي أنه بعد كل يعني حدث سياسي هام في تونس يطرح هذا الموضوع. الأستاذة قمر كشير بن دانا، تفضلي. بارك الله فيك عدين، ولو السؤال فاجأني شوية. حبيت نذكر بالمجاد اللي فما معهد في الجامعة التونسية اسمه معهد تاريخ الحركة الوطنية، واللي يعرفوا مليح سي عبد الجميل التميمي، بعد اللي فما برشا من يعني ساحة البحث في تونس ما هيش مسكرة بين المعهد اللي يديره سي عبد الجميل التميمي والمعهد متاعنا اللي داخل في منظومة البحث، المنظومة الدولية للتعليم العالي. هذا شو نحب نقول، ونحب نقول زادة اللي منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية كبيرة وعديدة، وعدين يعرفها مليح وبارك الله فيه اللي أعطاني فرصة باش نذكر بوجودها. نحب نقول فقط اللي كل مرة نسمعه، وإحنا المؤرخين نقول إحنا الحرفيين يهمنا ياسر باش ندخلوا في أجواء كيف من هكا، ومشكورين في رئاسة الجمهورية للمساهمة على هالأجواء هذية. يعني لكل من نراو الأجواء والتعطش متاع التوانسة لكل التاريخ البلاد، احنا يزيد علينا يفرض علينا باش نزيدوا نخدموا اكثر. ما نحب نقول زادة اللي فما برشا منشورات موجودين، ونحب ندد مش ند يعني نحب نشكي اللي بقلة النشر وقلة التعريف بالنشر الجامعي اللي هو بطبيعته نشر مجعول للمختصين، وانا ندادي باش هدايا النشر الجامعي يوصل اكثر للجمهور وللي يعرفوه، والابواب مفتوحه. ومرحبا بكم الكل كان تحبوا تجيوا المعهد هذا اللي هو موجود في منوبه، وما نجم نقول الا لانه تاريخ الحركه الوطنيه وتاريخ تونس المعاصر بجمله ماهوش محصور بالاحداث اللي تنجم تصير، اما الاحداث اللي صايره توا والثوره بها ما هي الا تشجيع باش المؤرخين المحترفين اللي يخدموا، ما ننساو اللي هما يخدموا ببطء على خاطر لازم يخدموا بحذر، ويخدموا ماهوش متخلين على خدمتهم. هذا شنو نحب نقول، اما يلزمهم زاد الحذر والتتبع الدقيق للارشيف، واحنا عندنا ارشيف في المعهد نتاعنا سو فورم دو ميكروفيلم، وماذا بيا زاد في التعليم الثانوي زاد يكون التعليم الثانوي هو بيدو، يعني التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والابتدائي يكون حلقة زادة تتعبى شوية به نقول احنا الرأس المال هذا اللي هو قليل، نعرف اللي هو قليل، اما زادة ماذا به يتعرف اكثر شوية من جانب القراء والشعب الكل. بارك الله فيك عدنان. شكرا الاخت قمر. الكلمة الان للسيد نجيب حسني، استاذ نجيب حسني نائب في المجلس الوطني التأسيسي. بداية أريد أن أشكر جزيل الشكر كل الذين فكروا ونظموا لهذه المحاضرة وللسيد المحاضر بطبيعة الحال، لأن منها المذاكرة في خصوص شخصية سيدي المنصف هي شيء لا يمكن إلا أن يثلج الصدر. كنت شابا صغيرا وفي حينا في سانتوري في باردو كان نهجنا يتسمى نهج السرجان الفرنساوي الفلاني، ما نعطيش قدره ما نعاودش اسمه السرجان الفلاني، جو في حينا بدوه ردوه نهج منصف بي، ما فهمتش صغير انا مش نهج منصف بي، البيت ياسر والمناصف ياسر. من بعد مره يدور زمان ويجي زمان نشوق في سوق العطارين
نجى في آخر الدكان بتاع الخضار نجى صورة سيدي المصف. هو يرد لي في الصرف، قلت له شكون هذا يا لي؟ وهي ذات الصورة هذه. فهز رأسه ساخرا مني أني طالب ولا أعرف سيدي المصف. وكان ذلك الخضار هو البقال، هو الذي عرفني بسيدي المنصف وعرفني بمن يحمل منزلنا اسمه الكريم. وبذلك فإني أشكر جزيل الشكر كل الذين فكروا ونظموا لهذه المحاضرة، ولا أخالوا أخي وصديقي الأستاذ عدنان غائبا عن هذه المساهمة، وأشكره جزيل الشكر. الحادثة اللي نحب نأكد عليها واللي نأكد على طلب سي الكعبي، أن صحيح سيدي مصف كان يحب المرسى، ومن بعد تعرفت عليه على طريق كتابات المرحوم وزيره الأول وهو الشخص الوطني كذلك المرحوم محمد شنيق، واللي زدت قريت من بعد كطالب لأنه سخر مني البقال وألجأني إلى محاولة قراءة من يحمل نهج منزلنا اسمه. وللأسف الشديد الأنهج الموجودة في الجمهورية كاملة حتى في الكيف عنا موجود، عنا نهج صغير اسمه نهج منصف بي، إن شاء الله يولي الأنهج الكبيرة باسمه وباسم. أرى مش سهل باش يكون شخص بسيط ينجم يكون ثائر ونجم يستشهد من أجل بلاده، أما رأوا الملك صعيب برش. رأوا سوديزيستي معناها سنترون بور لا كوز دان باتري سان باتري، راهي حاجة عظيمة ياسر، وراهي تضحية تكون أعظم من تضحية الشخص العادي. وبالتالي فأني أدعو كل المسؤولين وعلى رأسهم سيدي رئيس الجمهورية بأن نخلد ذكرى هذا الملك الشهيد في أجمل موقع لتونس، مدينة علوم أو ما شابه ذلك. مع محبتي واحترامي وتقديري لإخوتنا التجار في سوق سيد المنصف، أرجو أن يكون اسمه في محل يليق بتضحيته الجسيمة. فقط نقطة أخيرة أستسمحك أخي عدنان، سأقوله لك على الفراد عما حدث، عما قاله بورقيبة في خصوص سيد المنصف، مع الشكر ولا يليق أن أعيده في الملأ. شكرا لك سي نجيب. سي بشير بوزويتا. سي بشير بوزويتا. سي بشير تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بشير بوزويتا مدرب تنمية بشرية، مهندس وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال. بعد الشكر والحث على مثل هذه المحاضرات اللي بالحق تضفي لنا معلومات وتضفي لنا تحفيز نحو الأفضل إن شاء الله، نحب نقول أجمعنا أكثرنا نتصور أنه فما العديد من المقاربات اللي صارت ما بين الزمان ذاك وزمان هذا، كأنه الزمان يعيد نفسه. أنا باش نتطرق المقاربة بركة اللي هي مقاربة الرموز اللي نقاو شكون يمجدها ويعطيها مميزاتها، وفي الزمان ذاك هو بيدو نقاو شكون باش ما نقولوش تسب هذه الرموز ولكن تنعتها أو تخرج سلبيتها. من نزه حتى شخصية، أي شخصية فيها المميزات وأي شخصية فيها نقول نحن بعض السلبيات اللي لازمها تتحسن. فقط نقول اللي ماذا بينا نفتح أكثر عيوننا ونحل أكثر المجال الضيق للمميزات، مش للشخصيات فقط ولكن مش للرموز فقط ولكن الشخصيات اللي تحب تخدم البلاد بصفة عامة. فباش نعاود المقولة اللي قالها الدكتور عبد الجليل التميمي، كن المنصف الجديد. ليس المنصف فقط أن ناخذ المميزات في شخصية المنصف باي، ولكن المنصف في أيضا أن ننصف ما بين ما يهدم البلاد في الزمان ذاك وما يبني البلاد. سؤال نحب نسأله الكل واحد فينا وانا منكم، شنو عملنا لتونس باش يذكرنا التاريخ بعد سنوات، وهل ناويين نعملوا حاجه للبلد هذا؟ ويعطيكم الصحه. شكرا لك. اعتقد اني اعطيت الكلمه لكل من طلبها الا سي
إبراهيم اللي ما لقيناش. سي إبراهيم، سي إبراهيم، تفضل سي إبراهيم. شكرا. إبراهيم البرتاجي، أستاذ قانون عام بجامعة قرطاج. لا شك أن الجميع لاحظ إعجاب الأستاذ التميمي بالمنصف باية، وإعجاب يبدو أحيانا مبالغ فيه شيئا ما، فلست مختصا، لست مؤرخة، لكن هذا انطباعية. فقدمه لنا على أنه ملك كامل أو يكاد، ونحن كتونسيين أصبح لنا شيء من الحساسية تجاه تقديم ملك أو رئيس على أنه كامل ولا يخطأ. فهل يمكن أن أطلب منكم حضرة الأستاذ إلقاء بعض الضوء على ربما بعض الأخطاء التي وقع فيها الملك منصف باي؟ ثم سؤال آخر سريع، حدثتمونا بإطناب وتعلمنا الكثير في خصوص المنصف باي الملك، هل بإمكانكم إتحافنا ببعض المعلومات المتعلقة بالمنصف باي الشخص الإنسان؟ وشكرا. شكرا لك سي إبراهيم. أستاذنا عبد الجليل التميمي، ما زلت 17 دقيقة فقط على نهاية هذه الأمسية. 17 دقيقة، لا أنا مش أعطيك منهم 7 دقائق و10 دقائق لأستاذنا أحمد بن صالح، وإن شاء الله نجمو نفاو في الوقت المطلوب. أما 7 دقائق يعني أجوبة إجمالية على الأسئلة. تشوف الأسئلة هذه متنوعة جدا، وجزء منها من مختصين، منها من الذين يريدون أن يعرفوا أشياء يعني لم يطلعوا عليها بحكم عدم اختصاصهم في التاريخ. تفضل سي أستاذنا عبد الجليل، تفضل. والله الأسئلة كثيرة وعديدة وتحتاج إلى محاضرة أخرى. ماذا طلب مني الحقيقة؟ طلب مني أني أقرب هذه الشخصية التاريخية للرأي العام التونسي، ومشكور الدكتور منصف وعدنان أيضا هم الذين اقترحا علي أن أتكلم عن المنصف. فرجعت إلى مكتبتي، أنا عندي مكتبة فيها 21,000 كتاب، لم أقرأ كلها. أقر بأنني لم أقرأ كل الأشياء، أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وتحتاج الحقيقة إلى أكثر من 3 شهور لإلقاء هذه المحاضرة. أنا أعددت هذه المحاضرة في أقل من 10 أيام أو أسبوعين على أكثر تقدير، فهذا يحتاج إلى وقت. لم أستطع أن أتناول كل القضايا إطلاقا، مستحيل. سئلت في أشياء كثيرة، لا يمكن أن أتناول في أقل من ساعة كل الجوانب الإيجابية وحتى السلبية. أنا وظيفتي أن التونسيين يحسون أن هذه الشخصية تستحق أن نتوقف عندها مليا لنتعرف على خصائصها. وهذا ما قلت. المهم يعني نرجع الموضوع، شوف يسير لطفي، معناها قضايا اللي أثرتها جدليات كثيرة وتحتاج إلى وقت، على مستوى لجان الجامعة، على مستوى المؤرخين. نحن هنا نريد أن نقرب وجها معناها أساسيا في الحركة الوطنية للرأي العام، وهذا ما قمت به. تعاون مع الألمان، عندما أقول لو أقول هذه محاضرة أخرى، أنا لا أقول أن المنصف باي كان متعاون، بالعكس لم يتعاون، لكن تأكدوا أن هذه القوة المهيمنة العسكرية الألمانية، ماذا يكسب المنصف باي؟ ما يكسب ولا شيء إطلاقا. فما أشياء قال لا مباشرة، وفما أشياء نوعا ما مررها، ولكن لا يعني هذا أن المنصف باي كان متعاون مع الألمان إطلاقا. لا، أنا أجنب هذه التهمة على المنصف باي. الفرنسيين لعبوا به، الألمان لعبوا به، لكن موضوع آخر متنيا. ولا قضية الأرشيف، أنا هذه أثيرت الآن كثير أشياء. كل أنا ماذا أقول؟ أنه الذاكرة الوطنية تحتاج إلى حقيقة انفيريتابل إكيب. أنا أشتغل لوحدي من سوء الحظ، أنا عندي 1300 ساعة تسجيل لكل القيادات السياسية في البلد، كل التيارات، كل التوجهات. هذه قاعدة بيانات فريدة من نوعها، وساهمت عن طريق مئات الدراسات التي نشرناها في توضيح الصورة. لا نستطيع أن نأتي على كل شيء الحقيقة، مستحيل. ولما أسمع الآن أن الدكتور المنصف المرزوقي عمل
قاعة جيد جدا. أنا أتمنى يا أستاذ منصف تسمى كلية باسم منصف، منصف باي، كلية كاملة، وهذا المعهد الحركة الوطنية يسمى معهد الحركة الوطنية باسم منصف باي، جوائز باسم منصف باي. هذه الأشياء التي يبقى ساحة صحيح جميل جدا يعرف، لكن نحن نريد أن ننفذ إلى وجدان التونسيين عن طريق أعمال وعن طريق بحوث توزع. سي عبد الرحمن، أنا في أشياء كثيرة لا أستطيع أن أتناولها كلها، على العموم إعادة تاريخ حركة الوطنية هذه مش مسؤولية الدولة، هذه مسؤولية المؤرخين الحقيقة الذين يريدون أن يخدموا هذا البلد. وفي هذا المجال احنا نشرنا كثير أشياء، كثير كتب نشرناها. صحيح الأخ الكعبي، العقيد الكعبي يقول في شخصيات كثيرة لم يقع الاهتمام بها، لابد من وضع أولويات. من هم هذه الشخصيات؟ من يتكلم على الخضر حسين مثلا في القاهرة؟ من يتكلم على الصفايحي في الباب العالي في تركيا؟ من يتكلم على 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 كثير شخصيات ولا حتى في 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 في, في, في أندونيسيا؟ نحن نحتاج الحقيقة إلى رؤية جديدة، إلى طريقة جديدة للعمل العلمي الهادئ البعيد عن الأعصاب. هناك من يقول لي أنت تنوه أنا لا أنوه بأحد، أنا لما أتكلم أنا ذكرت أشياء حقيقة أشياء مهمة حول الحركة الوطنية وقلت رأيي في الموضوع كمؤرخ، لكن أنا لا أمدح أحد. إذا وجدت ولو تعطوني الفرصة أني أقول الأخطاء مستعد، لكن إحنا في موقع آخر الآن، مش في موقع معناها جرد المنصب باي وذكر أخطاء وذكر معناها لا هذا موضوع آخر ولا هناك أيضا في أشياء أخرى معناها لا. طيب بالنسبة للقمر بن دارة يا زميلة ومعهد الحركة الوطنية، أنا رأيي معهد الحركة الوطنية هو من المعاهد الأولى في بناء الذاكرة الوطنية، ولكن أعتقد أن الحركة معهد الحركة الوطنية يحتاج إلى زلزال، يحتاج إلى سياسة أخرى، يحتاج إلى تصور جديد مع الناس الفاعلين في على مستوى المؤرخين. أنا أقول مثال آخر، مثلا معهد الحركة الوطنية عنده مئات التسجيلات لم ينشرها، أنا نشرت كل التسجيلات، أنا نشرت تسجيلات منها كلها نشرتها، نشرنا أكثر من 400 تسجيل. على كل حال هذا موضوع آخر. شكرا لك أستاذنا قدير عبد الجليل التميمي. أحيل الكلمة مباشرة لأستاذنا أحمد بن صالح، وليس مصادفة أن أستاذنا أحمد بن صالح كان قد عرف عن قرب شديد رمزين من أهم رموز الوطنية التونسية وهما المنصف باي وفرحات حشاد. يعني أستاذنا أحمد بن صالح لو تطرق في شهادتك إلينا، لا خلي تفضل الحديث من مكانك أستاذ أحمد، خلي في مكانك. أوكي أستاذنا أحمد بن صالح، نطلب منك أنك تعطينا شهادتك حول الفكر الجمهوري للمنصف باي وما دار بينكما من حديث، وما كان يقوله الملك الشهيد حول طبيعة النظام الذي كان يروم تأسيسه لو أنه استطاع العودة إلى عرشه، ولو لم تباغته المنية ذات يوم من شهر سبتمبر 1 سبتمبر 1948. تفضل. مانيش باش ناخذ كلامك بالمئة في المئة، باش نعلق شوية على كلام سي عبد الجليل التميمي، وهو يعني كلام المحاضرة بتاعه كانت منيرة جدا، وبداية إن شاء الله تكون تواصل هذا العمل، لأن فيه أشياء اللي ما هيش معروفة إلى الآن، وهذا تحقق منه اليوم، وأنا تكلمت عليه بكري في الإذاعة التونسية اللي مش نقوله الآن.
هو أن المنصف باي أولاً دستوري، هذا يجب نذكره، دستوري سواء كان قديم أو جديد المسألة أصبحت ثانوية معه، لأنه الدائرة متاعه فيها الكثير من الدساتره القدم، وفيها كذلك ميل كبير. وأكبر حجة اللي عندي اللي عشتها أنا شخصياً وكنت مسؤول فيها هو أني تلقيت، كنت كاتب عام للشعبة الدستورية في باريس في ذلك الوقت، وباتصال مع القاهرة وخاصة مع المرحوم الرجل الممتاز جداً الحبيب ثامر. الحبيب ثامر كان مع بورقيبة في ذلك الوقت، كان مع بحذاه للمصر، يعمل لي تليفون سي الحبيب ثامر يقول لي باش نبعث لك رسالة ويلزمك هالرسالة هذه تهزها للمنصب باي، وإذا أمكن يلزم تتحصل كون الرسالة هي نفسها تبعث إلى بورقيبة من عند المنصب باي. وجاتني الرسالة بطرق صعبة بطبيعة الحال، الرسالة هذه من المنصب باي إلى الحبيب بورقيبة بخط الدكتور الحبيب ثامر، يلزمني أنا نمشي البو ونقراها الرسالة من المنصب باي إلى بورقيبة، ونعاود نقراها إذا كان يلزم، وإذا يوافق عليها المنصب باي يلزم تخرج بخط يد الكاتب متاع المنصب باي كونها جاية من عند المنصب باي الحبيب بورقيبة. أولا شنو علاش هالرسالة هذه؟ الجو اللي كان موجود في ذلك الوقت، زعيم بورقيبة كان موجود في القاهرة، وتكون نواة من قبله هو مكتب المغرب العربي، لكن كان فيه أغلبية نوعا ما من الحزب القديم أحيانا أو من الجزائريين، ما لقاش مكان رئيس بورقيبة في ذلك الوقت في القاهرة، ولم يقع تقع دعوته من أي مكان كان في المشرق، فذاقت الحال. هذا عشناه احنا، مش تعليق من عندي انا، عشناه في ذلك الوقت، ذاق بها الحال، فوجدوا هذا الحل، هو انه يتلقون رساله من المنصب باي المنفي في بو، ولا يعرفوه المشارقه في على الاقل السياسيين، مش يبعث الرساله هذه البوقيبة، ربما تنفتح الابواب امام الزعيم بورقيبة اللي هو منفي في القاهرة بدون أي اتصال معناها عنده قيمة. وفعلا جاءت الرسالة، والرسالة بالفرنسية بطبيعة الحال، قرأها المنصب باي باش نقولوا خلاصة اللهجة متاعها، هو أن على ما أذكر يمكن نكون غلط في الكلمة، في حتى كلمة أنت زعيم الأمة، المنصب باي يتكلم في الحبيب بورقيبة، يعني فما رسالة هذه متاع تشجيع متاع تزيين يعني لوضعية الحبيب بورقيبة حتى يستطيع أن يخدم القضية الوطنية في المشرق. هذا الشيء اللي تهمنا فيه تعليقا على قراءة الرسالة من المنصب باي بنفسه، وقريتها له أنا مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة. والشيء اللي نأكده لكم أن الرسالة لم يغير منها كلمة واحدة، ونسخت من طرف الكاتب الخاص للمنصب باي وابعثناها للقاهرة. أنا نقول لكم اللي عشته وأنا في الشعب قبل ما نخرج من الشعب، جانا الخبر أول هو أن نشرت بطبيعة الحال الرسالة، لم يمر نصف شهر وعلمنا أو أن فاروق استقبل بورقيبة في قصره في الإسكندرية. بعد أيام قليلة سمعنا وأن ملك الأردن قبل بورقيبة في عمان. حينئذ كانت الرسالة المطلوب منها هو هذا الفتح
لزعيم الحزب الحر الدستوري التونسي، هذا اللي يجعلني باش نأكد السيد عبد الجليل خاصة وأن المنصف بي دستوري، دستوري بطبيعة الحال هو دستوري قديم، لكن في وقته هو نفسه في الحقيقة ما عادش تفرز ياسر الدستور القديم. أنا شخصيا الشيء اللي نعرفه فيه نتكلم بكل حرية على بورقيبة ولا غير بورقيبة ولا على الشيخ ثعالبي وما أدراك وإلا على القليبي أو غير ذلك، ما حدوش. ثانيا باخذ الناس اللي أقرب الناس إليه، هم محمد شنيق خاصة مثلا، محمد شنيق ما تجمش تقول اللي هو دستوري قديم وما تجمش تقول اللي هو دستوري جديد، ربما بين وربما ما عادش فما فرق كبير ياسر بدات من ذلك الوقت اللي بين الدستورين. بكل صفة المهم هو أنه دستوري وقام بهذا العمل، ولا أدري ولم أفهم أبدا أن هذه الرسالة كيف لم يذكرها أحد، وخاصة لم يذكرها الحبيب بورقيبة بمناسبة حديثه، أي حديث اللي وقع معناها معنا. هذا شيء ما نجموش نحكم عليه، الله أعلم. بحيث هذه النقطة الأولى، لم يقع تردد من المنصبي، ونجم نقول الخطوة المطلوبة بالنسبة لنشاط بورقيبة حققتها تلك الرسالة. هذا الحاجة الأولى. الثانية هو أن عندما وقع الإفراج على الخطابي عبد الكريم الخطابي من مدغشقر، و الفرنساويين حبوا يجيبوه إلى فرنسا، عبد الكريم الخطابي وصل للإسكندرية حلس عليه هرب عليه، خرج ومشال وقعد في مصر، وأصبح رئيس المكتب المغرب العربي. فالفكرة جات لبورقيبة ومن معه، يكون ثامر ولا يكون حصيل، الفكرة كونه المأمورية الثانية ما جاتنيش على طريق الحبيب ثامر. أنا في ذلك الوقت ما عادش كتب عام للشعب دستوري، ولكن كيفاش مشيت أنا للمنصب بي وقت اللي جالبو سمعنا به جالبو، مشيت أنا وعبد الرحيم بو عبيد من حزب الاستقلال المغربي ومصطفى الأشرف من الحزب مصالح حاج، ثلاثة مشينا شمال أفريقيا، مشات تسلم على باهي تونس المنفي اللي كان في الجزائر وأصبح فيه كذا، وفرح فينا فرحة كبيرة ياسر، وخرج معنا حتى البلاد ومشينا حتى المتحف، معناها فرحة حقيقة كبيرة. عندما جاء وقت الوداع قال لي أنت استنى ساعة، شدني من يدي هكا قال لي أنت يا أحمد، هكا بالعبارات، أنت يا أحمد مش تقعد معايا، أنت مش تقعد معايا بيني وبين الزعيم بورقيبة وجمهور الحزب، بهذه الألفاظ. الشهود بتاعي أنا ماتوا مع الأسف، هذا اللي وقع، وهذا اللي وقع فعلا. وقعت حتى محاولة، ونقولوا حتى الأمور المشلك الكل من حيث الأخلاق، بعث واحد آخر من الحزب في تونس، بعث واحد آخر البو، حد ما وصلهم عملوا لي تليفون جماعة بو، قالوا رانا ما نقبلوش سيد المنصف ما يقبل حتى التغيير، فانا ماشي بعدين ما عادش في الشعبة. هذه مش مسألة شعبة، هذا إنسان ما وقعت معناها تفاهم بيني وبينه عاطفيا وربما معناها فكريا، بحيث قعدت أنا لمواصلة المسألة، وحضرت على عدة حاجات مش نذكرها توا خطر فيها مع الأسف حاجات اللي بس فالصو. المهم هو أن كيف وصل الأخ الزعيم المغربي على رأس حينئذ مؤسسة المغرب العربي، الفكرة جاني أنا، جلولي فارس للوتيل متاعي في باريس، وقال لي هو وقتها ممثل الديوان السياسي في باريس، قال لي أحمد مش تمشي لبو، وجاب لي تذكرة بريمير كلاس، خاطر أنا نمشي نركب في فوق متاع الباجاج لما أنا كنت ضعيف برشا، ميخافوش مني لنطيح عليهم،
ونزل 10 سوايع طريل وقت فك الوقت هذاك. جابي تسكر بريمير كلاس، أول مرة نركب في بريمير كلاس في حياتي، وقال لي باش تمشي تقنع النص الباي يخرج من 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 بو ونهزوه باش يمشي للقاهرة. يزمك تقنع، أنا باش نمشي نقنع النص الباي بهذا. قلت له وش نحاول؟ وأنت المأمورية متاعك راهو إذا كان يوافق بالخروج باش نعينه التاريخ، أنت راك باش تقعد مع العائلة باش تتكفل بما يمكن أن يقع لها. قلت له باه، هذا بطبيعة الحال راس في بيت وتي. وحطاني التذكرة ومشيت. عملت قاعدة أنا والمصبي. المصبي يوافق. فسرت له علاش وكذا والزعيم المغربي والمكتب المغرب العربي له. موافق. بلغت كونه فما موافقة. وقبل وقت اللي جاء الوقت الأيام اللي باش يقع فيها اليوم اللي باش يقع فيه عاودت رجعت أنا لبو، ما نتفكرش قعدت غاديك ولا رجعت، ما نتفكرش بالدا وشنو الفترة اللي بالضبط يعني عطلة ولا لا، خاطر أنا نكمل في دراستي في ذلك الوقت. المهم أني كنت موجود وقت اللي جاء التاريخ كونه باش يلزمه يخرج من الدار هو والشاذ اللي قايد السبسي اللي ذكره سي عبد الجليل على انه هو الشاذ اللي قايد السبسي لم يغادر المنصبي ابدا من في الطياره وقت اللي جاوا باش يهزوه المنصبي، يعني نقول لك صحيح وقت اللي جاوا باش يهزوه كان الجيش نتاع البي موجود، الضباط موجودين في اخر الصف، فما اليطمى اسمه الشاذ اللي قايد السبسي، ما نغلطوش في قايد السبسي، الشاذ اللي هذا هل العسكري اليطنا المنصب بيك يجي مش يطلع للطيارة، قال أنا ملا خزر لك الجيش الكل، قال أنا ملا مش نطلع وحدي، هذا ما قاله لي شلي قايد سبسي بحضر المنصب بيك يخرج واحد شق الجنرالات والكولونيلات اللي قدامه وخرج جاء قدام المنصب بيك قالوا أنا سيدي نمشي معك وطلع معه في الطيارة، ما قال له حد لا، ومشى معاه في شو اسمه في الجزائر في الملول في الغرب في الصحراء في الأغواط، وثانية في تنس، وثم في بو، ولم يغادره لحظة واحدة حتى الفيل مات. هذا الشاذ قايد سبسي، وهو من أحسن من عرفت من الإخلاص المطلق يكاد يكون شيء خارق العادة، ثم أصبح يعني هو الياور بتاع بورقيبة فيما بعد. الليلة صحل الله اللي باش يخرجوا فيها المنصب باي لبس الكسبات متاعه بالكداه تونسية كلها لباس تونسي، ونظم روحه وشلاغم وكذا وبنهي بكل شيء، هو دقيق في هذا الأمر، والعائلة الكل ملمومة، والمهمة متاعي أنا الله أعلم شو كان يصير لو كان تمت الأمور، أنا يلزمني نقعد مع العائلة، يخرج منصف باي والشاد اللي قايد السبسي إلى مكان ما في ضواحي بو، فما شكون باش يجي يهزهم، المفروض كونوا هليكوبتر ولا طيار، أنا ما 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 سعيتش باش نفهم شنو الشيء، أنا المهمة بتاعي كوني باش نقعد مع العائلة باللي يصير مش يصير. ليلة صلى الله كما يقولوا ساهرين، العائلة الكل ملمومة حول المنصبين، المنصبين لابس الكسبات متاعه بالقدال عربي لابسة تونسية تماما، والعائلة الكل ملمومة هنا وانا منهم، جيت قلت له انا بلاي سيدة تسمح لي انا نمشي نرتاح شوي قبل ما تجي الساعة الحقيقية، خليه ما مشي ما دامتش ربع ساعة ويطلع الشاذ اللي قاعد سمسي، قال لك سيدنا قال لك ايش هو ما قاعد توا سامحوني واحد هو هكا قاعد ودايرين به العائلة نتاعو ولبس الكسبات، أنا دخلت بالباب وقفت هكا، هو ما يسمعش مليح ياسر لاحظوه أولا، عمل لي هكا
يشهد الله هكا بالضبط، حاطين له خشب حاجة منتنا عمل هيك كده، معناها إشارة متاعي معناها أنت تقرر، وانتهى الأمر. أنا بالنسبة لي أنا لم ينتهي الأمر إلى الآن، وما نجمش نتكلم في الموضوع هذا قبل أن أقتنع. كانت تسمى حاجة فالصة مش داقل، هذا مؤكد. أنا كيف قال لي الكلام هذا قلت له بلا تسبح لي يا سيدنا، أنا الصباح راني مش نرجع لباريس. قال لي تفصل، مشيت من غدوة باريس، وصلت في عرش وقتاش في الليلة هذيك، وصلت الصباح لباريس، مشيت للوتيل اللي فيه جالوا لي فارس، جيت للواحد البقعة تاع المفاتح، قالوا لي مفاتح ماجد حيو هنا. أنا كنت نحسبه من الناس اللي نظموا على عين المكان، ضربت النقوز، ضربت حصة طويلة، في آخر الأمر تحل الباب. قال لي شو؟ قلت له ده مسألة وكذا وكذا، بس ما حد حكى، ما قال لي حكى شيء، ما قال إلى الآن ما قال لي إيش مع ناس بعد وما ما مع الأسف. أنا واحد من الناس حطوني في الحبس من أجل ذلك، من جملة الأسباب اللي حطوني في حبس في باريس في الكاف متاع وزارة الداخلية هو القضية هذه، وقضية نقبلوا الفلوس تجينا باسمنا من غير ما ناخذوهم ونعطيهم الجلود فارس باش يبعثهم للبورقيبة وكذا، احنا نقبلوا في الفلوس من غير ما ناخذوهم. أنا زميمهم حطوني في الحبس في 10 أيام مع الفيران ومع حاجات من النوع هذا شيء وقع. لكن المسألة فيها واو، والواو بالنسبة لي أنا لا يمكن أن تتضح. إذا عندك نجم تعمل الحل الفلاني والحل الفلاني والحل الفلاني، عندي علامة اللي وقعتني وأنا في الحكومة كيفاش نادالي بورقيبة نهار في وإحنا في حفل متاع شنو في قصر في المرسى هذاك، وقام الوقت وقال لي ليش يا احمد معايا، مشيت نلقى جلولي فارس في البير اللي مشينا، قال لي هو وجلولي فارس، قال لي بربي سي احمد بربي عاود احكي لنا الحكايه متاع المصبي كيفاش الحكايه اللي حكيتها. انا حكيتها وانا شفت خزره من بورقيبة جلولي فارس، وجلولي فارس غمض عينيه يعني كيف اللي يقولوا فهمت معناه أحمد مصالح ما في بالي بشيء. أنا الخلاصة بتاعي أنا ما في بالي بشيء وفما واو، وقالوا لي عليهم بعد ومانيش مصدق ومانيش مش أقوله لكم. شكرا لك أستاذنا أحمد مصالح على هذه الشهادة.